يعطيكم العافية أحبابي، وأهلا وسهلا فيكم. رجعنا لكم اليوم بوصفة جديدة من المطبخ اللبناني. هي وصفة تقليدية معروفة عنا بلبنان، وصفة من الطراز الأول بالمطبخ اللبناني، يلي هي الصيادية على أصوله. الصيادية فيكن تعملوها بطريقتين، طريقة الشوركات المختصرة، وفيكن تعملوها على أصولكن، وطبعا يلي بنعملها على أصولها أطيب كمان. هيديك طيبة بس اللي عقصولة، لأنه بدنا نطبخ الرز بمرق السمك. بداية أحبابي، الصيادية هي أساسها السمك. اليوم أنا عم بستعمل السمك الهامور، انتو فيكو تستعملوا عدة أنواع تانية كمان، بس كمان الهامور كتير طيب بالصيادية. شو بدي أعمل؟ بدي أقلي أول شي عندي الزيت النباتي، بقلي فيه شوية صنوبر وجوز، بدي أقليهم وشيلهم على جنب. هيدا الزيت اللي عم بقلي فيه بدي استعمله بعدة خطوات للصيادية. جبت السمك الهامور، بدي تبله بكزبرة يابسة وكمون وملح. هيدي هي تتبيلة السمك، كزبرة يابسة، كمون وقليل من الملح وشوية زيت، وأكيد بنكون نحنا مغسلين السمك وعصرين عليه عصير الحامض. ترجعوا الزيت اللي قليته فيه صنوبر هو زيته، بدنا نضيف السمك ونقلي، نقلي كتير منيح لغاية ما يستوي عنا السمك. شوفوا مثل ما عم فرجيكو، وتحصلوا على الجلد الكريسبي. لازم جلد السمك يكون كمان عندكم كريسبي. بعد ما نقلي السمك نشيله على جنب. كمان الزيت اللي قلينا فيه صنوبر والسمك هو زيته بدنا نطبخ فيه الصيادية. كيف بدنا نحصل على هيدي الطعمة الطيبة؟ من خلال هيدي الخطوات اللي عم نعملها. برجع بدي بفرم بصل ناعم كمية كتير منيحة، وبضيفها عندي على الزيت، بقليهم لغاية ما يصير عندي لون بني. بهيدا الوقت هو البصل على النار. شو بدي اعمل؟ بدي جيب حسك السمك، عظام السمك، وبدي اسلقه مع البصل والبقدونس وورق الغار وعيدان القرفة لغاية ما احصل على مرق السمك. شوفوا كيف مثل ما عم فرجيكم، هيدا المرق هو اللي بدي اطبخ فيه الصيادية لغاية ما احصل على هيدي الطعمة الطيبة. اسلق مثل ما عم بتشوفون، اسلقهم كلهم سوا، والبصل رح ياخد معكم وقت لغاية ما يصير لونه بني. بعد ما يصير لونه بني، انتو شو بدكم تكونوا عاملين خلال هيدا الوقت؟ بدكم تغسلوا الرز البسمتي كتير منيح، وترجعوا تنقعوه ربع ساعة، ترجعوا بتغسلوه مرة تانية وبتصفوه، بتضفوه على البصل يلي نحنا حمرناه. بنقلب كتير منيح البصل مع الرز. شو بدنا نضفلون؟ بدنا نضفلون الكراوية، الكمون، ورشة من القرفة. ما بدنا نكتر قرفة كتير، يعني حوالي نص معلقة، ولكن الصيادية هي عبارة عن كمون بالمبدأ الأول، ثم كراوية، ثم قرفة قليل. بنخلط الرز مع البهارات مع البصل كله سوا، ونرجع شو بدنا نعمل؟ نضيف مرق السمك عليه. بنحط المسوفاية ونضيف مرق السمك عليه. بنخلط كل المكونات سوا، وبنترك الرز ليغلي. نرجع ننوص النار تحته على نار خفيفة للرز عندي بينطبخ. وبهي الطريقة أحبابي تكونوا جهزتوا الأكلة الصيادية بطريقة احترافية، بيطلع عنكم رز مثل ما عم فرجيكم. شوفوا طعمة الرز الصيادية، صدقوني طيبة، بتعملوها لألكم لولادكم، إذا عندكم أنتوا عزايم كمان كتير طيبة وبتبيض الوجه. دايما أحبابي مع الصيادية شو بنعمل؟ بنحمر بصل كريسبي مثل ما عم فرجيكم. في رح اترك لكم لينك طريقة تحضير البصل المقرمش، انا هون سويتهم. كمان البصل الاخضر حلو معه، والكزبرة الخضراء، واكيد طبعا المرافق مع الصنوبر، واذا انتو حبيتوا كمان الجوز. ومثل ما عم فرجيكم سكبت الرز عندي بالمنسف، زينته بسمك الهامور، بالبصل الاخضر، الكزبرة الخضراء، الصنوبر، الجوز، وكمان بعض شرائح الحامض. كمان فيكو تسكبوها بطريقة تانية بصحن، كمان رح فرجيكم طريقة تقديم عصرية مثل ما يقولوا فاين داينينج، بطريقة المطاعم المرتبة فيكن كمان تقدموها. هلأ أنا اليوم فيكو تعملوا صوص حدا، أنا اليوم عملت حدا سلطة، كمان السلطة كتير طيبة حد الصيادية. أحبابي بهي الطريقة اليوم كون جهزنا الصيادية اللبنانية على أصوله بطريقة سهلة، وإن شاء الله تعجبكم وتجربوها. وإذا حسيتوا أنه استفدتوا من خلال هالفيديو يلي حضرتوه، اضغطوا زر اللايك واشتركوا بالقناة، حتى أي شي بنزلوا على القناة من وصفات تحصلوا عليها.
أهلا وسهلا فيكم دايما أحبابي.